We start the Mass, our dear sister and daughter Besma will do her prayers, or we will do the rite of postulancy. Besma is signed in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, our Holy Father, because you have chosen a people from Abraham's offspring, and have given them the glory of your name and dedicated them to you. Even though they were lost in the desert, confirmed them with your word and embraced them to your covenant of love. Amen. Amen. Accept, O blessed sister Besma, this medal of Mary, at the beginning of your life in the congregation of the Daughters of Mary Immaculate of Chaldean Sisters, so that our Virgin Mother Mary will befriend you, help you to walk in the way of Jesus all the days of your life. Amen. Amen. My dear sister, take this candle. May your life that is lit with the light of Christ, the light of the world, be an annunciation for the salvation of those you meet in your life. Amen. تجبحت لا لها بمرومة تجبحت لا لها بمرومة وعلى راش لاما وصورة طاوة لوني ناشم خلد دان العلمين آمين مسخم يا مارا ولهن لمحيلوثا بحنينوثخ
تتخدمخ الرازق قديش بشليويل تخثوث وتخلاص ديكيانا نمحيلم رحمة برونخ عزيزة مارت كل العالمين آمين مشابح أورشلم تمريا هللويا شابح أورشلم تمريا مشابح لا لها خمذيتا قدشتا بيد مقويلة ترزيد تراوثنخ مبرخلة يا لديخ دريل شلام أخوض رانخ قدشت إلى دكثة دكناخث بقاوة مريا هللويا آلها البقاوي لك مزعزع هللويا 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 إيه هللويا صلي شلام عما شمرابة وخيلانة وقديشة وبريخة طوثان دلكاث الدراكم دتليثا يوثغم شبحتم بدل نعمت ياثغم جنسان الزيمة وخد شكرخ بساغذغم شبح وكل عدانا مارد كل بابا برونم وروحة قدش العلمين مريم يما دي شعبا روقا منونين بدالا ميحي ذايد منخ هويلي بديوحم شبحات بغري شابخ إلا انطاواثي بدفايح بقاوان مارن ولهن وبدل كل يعون ديخ وطاواثو خمن لكاثة البرأم شكرو خلقو كم شبحو خلقو الأبطال بقيتو خم شبح تمليثة كل عون وكل طوم بدايتي وتمارو برايت كل بابا وبرونم وروحة قدش العلمين آمين لا خمارة خل مودينا لا خيشون شي حمشة حينا دمتم نحمالك ماري بحقوثة من أحمانة بغران عيتي وتم خلصانة طاودك يناثن ونطارة مين تخاين طال خمارة نلزيمة وخد شكره وساغذو خمشابح وكل عدانة مارد كل العلمين أرم قلخن وشبح كل عمالة لها حيا شلا ما يوثق الذرى
قديشم شبحة وخيلان ولا ما يوثم دبقاوت قديشك عامر وكنايخ عجبوني منكم نونخ مجاوب لن يا مار نحوس مراحم لن دغدي لعادتك كل عدان مارد كل بابا برونا وروحة قدشال عالمين آمين مبر يا مارا ولهن خشاو ديا تد مصيثك وفهمك وقدان ديوخ مخيان ولا هاي هلا نبنعمتك ورحمة ديوخ تشقلك مني فائدة حب ومود وخلاص دك نفعي تقيانة وبغرم مزمرخ طالق شو حدايم دلب طالب كل يعدان مارد كل بابا برونا وروحة قدشال عالمين آمين قراءة من سفر الحكمة بارخ مار مريم أود لك حكمت بقاود يلباني دي قديش فإن في الحكمة روح فطن قدوس وحيد متشعب لطيف متحرك ثاقب طاهر واضحا سليما محبا للخير حادا حرا محسنا محبا للبشر ثابتا آمنا مطمئنا يقدر على كل شيء ويراقب كل شيء ينفذ إلى جميع الأرواح الفهمة منها والطاهرة والأشد لطافة لأن الحكمة أكثر حركة من كل حركة فهي لطهارتها تخترق وتنفذ كل شيء فإنها نفحة من قدرة الله وانبعاث خالص من مجد القدير فلذلك لا يتسرب إليها شيء نجس لأنها انعكاس للنور الأزلي ومرآة صافية لعمل الله وصورة لصلاحه تقدر على كل شيء وهي وحدها وتجدد كل شيء وهي ثابتة في ذاتها وعلى مر الأجيال تجتاز إلى نفوس قديسة فتنشئ أصدقاء لله وأنبياء لأن الله لا يحب إلا من يساكن الحكمة فإنها أبهى من الشمس وأسمى من كل مجموعة نجوم وإذا قيست بالنور ظهر تفوقها لأن النور يعقبه الليل أما الحكمة فلا يغلبها الشر كلام الرب مذيت إيلد ملك رابا التخرونة بثلتة أم يقرغ بزميراثة روحة هللويا 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 Letter of the Apostle Paul to the Hebrews, Baruch Mar. Christ enlighten you with his teachings, make you a worthy model for those who are listening to you. In many and various ways, God spoke of old to our fathers by the prophets, but in these last days, he has spoken to us by a Son, whom he appointed the heir of all things, through whom also he created the ages. He reflects the glory of God and bears the very stamp of his nature. Upholding the universe by his word of power. When he had made purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high,
having become as much superior to angels as the name he has obtained is more excellent than theirs. For to what angel did God ever say, "You are my son, today I have begotten you," or again, "I will be to him a father, and he shall be to me a son"? And again, when he brings the firstborn into the world, he says, "Let all God's angels worship him." Of the angels, he says, "Who makes his angels winds and his servants flames of fire?" But of the Son, he says, "Your throne, O God, is forever and ever. The righteous scepter is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your comrades. And you, Lord, founded the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all grow old like a garment. Like a cloak, you will roll them up, and they will be changed. But you are the same, and your years will never end." But to what angel has he ever said, "Sit at my right hand till I make your enemies a stool for your feet"? For surely it is not with the angels that he is concerned, but with the descendants of Abraham. Therefore, he had to be made like his brethren in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make expiation for the sins of the people. For because he himself has suffered and been tempted, he is able to help those who are tempted. Let us all stand to hear the Holy Gospel. اشتا بشلم شذرة ملاخة قورية لم قيبدة لهم لم ذيتة دقليلة شمان أصراث قيبدة بثلتة طلبتة تقورة شمي يوسف من بيت الداويد شمد بثلتة مريم وير قيبة ملاخة ومير طالة شلامة الأخ مريم لي ثنام مارا نمخ برختة بنشم وآي كنت كم خزيال غجلة من تنيثي متخملا ودميلا ذي شلامة مير طالة ملاخة لزدت مريم غزيل أخنعم قيبدة لهم ولبت قبلت بطنة مهوية برونة بتقرية شميشة
هذه بدها ورابا وبرد علاية بايش قريم بديا والمريا لها كرسي داويد بابي بتحاكم البيت دياقو والأبد تملكوثي قتلكها وخلصت ميرا مريم تملاخ أدخ بدهو ياذي أنا قورة لأي ذيلي جوب لملاخة وميرا طالم روحة قدشة بداثم خيلد علاية بشار اللخ بيداوت بايش هو يمنخ قديش البروند علاية بايش قريم ولي الشواع خلتخ هم آي بطنت ببرونم بقاوت سيبوثم اذ يرخد اشتيل الآية دك بيش قريثا قرثم بسبب ليث كيبدا لها من دي عسقة ميرا مريم تملاخا ولا أنا خدمت مريم هاويلي مغديق التنيثخ زل ملاخا من قيبام. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke. Glory to Christ our Lord. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary, and he came to her and said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying, and considered in her mind what sort of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son. You shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Mary said to the angel, "How shall this be, since I have no husband?" And the angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, Son of God. Behold, your kinswoman Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. And this is the sixth month with her who was called barren, for with God nothing will be impossible." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. وشوحام لا لها من أيث بركثين مريا ليكون شوحام لمشيحة مارا بشمت بابا برونا وروحة قدشة خألها آمين بقاود هذه يوم بريخة كمت خملوخ بقاود خيلد مارني شوم شيحة خيلد لها بابا خيلد روحة قدشة إنه آني ومتخمول بقاود حب ديي طالا واو محضرة تدآث برونا يكانت بابا ألهم وتدهاو بيناثن ومخالص لن مر بولس كامر إيكد زيد خطيثة نعم زيد هم فبآذي يومك متخملوخ تخثيل ملاخة المطمرية تنياثد ملاخة مطمرية لوا وبست مطمرية نيتد ملاخة إنه تد محضرة مريم تإثيثد مارني شوم شيحة سو خايد مطمرية لوا وطالة تجيانة خايد مريم ويوت خايد إيشا وتدهوية أمي بكل عدانة إديو إذا دي بطند لموما قم كل من دي إلى ليلة بطند إيشو طنت دخ بطنة مريم بقاود إيشو ولكن دخ يمد مريم وبابد مريم تقليد قارالة حن ويوياقين دخ تراوثني كثيلة بغذاذ وبطنة حن بقاود مريم بأي عدانة بأي لحظة
ألها لشوق له خطيثة أصليثة خطيثة آدم وحاوت أثيا إلا تمط مريم كنت بطن بقاوة بيمة واو بطن تدلمومة إدل خطيثة قي ميد دكثد مريا قدشتي له وهذا خألها كم جاوب كد زيدة خطيثة كماثة نعمة ودخد شمال إديو ملاخد كاميرا تمط مريم آية ليوت بس يعني إيوت أرخد نعمة بس إيوت مليثة نعمة آية الجواب إد ملاخة تمط مريم كد واو محظور تأثيث مارن لأنه نعمة مارن إيشام شيحة زي لهوية إمن بقاود خايدية بقاود حشدية بقاود موثي بقاود قيمتي وده بقاود أن يماثي يخم محظور تهويث مارن بس ده قم كل من دي تديذوخ مط مريم خايد مط مريم لواوا دي قيانة خايد مط مريم واوا تأيشو إجيو هم أخني خايديا ليلة ديا إلى خايد سوريتوثا إلى تخايد نعمة لا بس تدعي شخلة تجيانا بس تدهاوخ أخني صرت دمارني شو عم شيحة ما حضرخ تأيثيث دمارني شو عم شيحة ودخ إديو ديوخ بغزايا بقاود علمة أنه خطيثة إلى بزيادة استخد ميرمر بولس كودك زيادة خطيثة نعمك زيادة فأديو إخ بصيخ أنه ألها إلى مزود نعمة دية لا بس إمن أخني كل عالم إلى محظور تهويث دمارن إن كبا ودلقبا إن كم هيمني بقاوي ولكم هيمني بقاوي أن يماثى إلى يماثى علمك محظر تأثيث خناشة بريخة بس أخني كدخل إنه إلى مارني شو عم شيح مخلصانة ديا وبقاود أذمن دي هم لا بس يوخ محظور جيانا تأثيث دمارن بس اكشكر خمرية نعمة ياثي دي لأمن وإديو يوم بريخة له إنه إديو إيلة إيذت خثواثة ديان بناثد مط مريم بطن دلمومة إديو بقاود إيذة دياي كم صالخم بدلاي تدم كملي أو وعده ولا تماراً تدهاوى لا بس كلاث دماراً بس تدهاوى بهر دماراً تدم كملي شليحوثة دك شوق علمة تدرائش بالأخص علمديا كالداي إنه مارن إيل إمن وإيثن بيناثن بناثديا خثواثديا بيشي يماثن دكياوي جيني تمارني شو عمشيحة كد آني كنذري جيني تمارني شو عمشيحة ولي بمارة إنه ما قدها وخطيثة بقاود علمة أخني كيبو خدهاوخ صرت نعمة مارني شو عمشيحة أثمن دي مصالخن بدلوخن خثواثم بدل كل خثواثة بقاود علمة أنه دم كملوت وقتو شليحوثة ديوخن أنه أثي شليحوثة دهاوتن بهرد علمة دخت مير ماراني شو عمشيحة بس بهرة ليل ديوخن إلي بهرة إد إي شو عمشيحة ببهارة بقاوخن وإديو هم إتن مناسبة قم كل من دي خاثن بسمة وبعد تتي قم شقالة قربانة إتن تتي خثواثة أنه زيلم جدي نذور دي سيستر Bernadette as well as Sister Immaculata. So كد مجدي هم آني إنه إلى مجدود خايدية بس كبن مركزن خكمة تنياثة تخاثن بسمة كبن شكرنخ طالخ إنه آية ميرخ خواثد مط مريم أنا ون خدمت مريم شد هاويلي مغديق التنيثو قهاثة إلى صعبة قهاثة شو قالا يمكن ليوخ أكيد شو قالن هاوخ جيج شو قالن قهاثة تنيثد مريم تدهوي عصقم بس تنيثد مريم بس سمتيلا لأنه كد كامرات قبلنخ يا ماري إيود بشواق مارني شو عم شيحم تدبايش بقاوخ تدعاينخ وتدم كامل بقاود شليحوثة ديخ بآذي يوما تنيثة دي طالخ إنه شوق إدانة مريم تدراو
بقاوخ تخمل بينك وبين جيانك انه اجي يوم شد امرخ نوعا ما شد امرخ طنخ قاعد ما راني شو عم شيح شد راو شد قايم شد قاو بقاوخ وبداث يوم ما هويت وقاعد هذه يوم اهم من شكر النشواثخ الى اخر انه بهذه يوم بريخه انه كم ياوت لن براتا دي لعدست الا وآذي براتم يوخ كشكرخ مريا أنه لا بس آي بس إيثن بناث أنه ويلم تخمول بقاود مارني شوم شيح إجي يوم إلى عصبة فكشق لك سنقى بشكابر نعم تدهوية تدعينة تدمقوية فإجي يوم طلب من نوخ الدخ إدكم مقيموتو لا دخ بعشلوخن إمام دمكملوتو قاود الصلوات دي يوخن بقاود هم أختو ادعينوتو ما قد يبوخن بقاود نعم إنه بقاود بيثة بقاود عائلة ألها اكمقم زرطاوة بس ما جينوخن وكشكروخ لوخن الأثمن دي وألها ناطيروخن On this day, the Feast of the Immaculate Conception, we celebrate how Mary was conceived. This is not the conception of Jesus, it's not the virgin conception of Jesus, but it's the conception of Mary by her mother and father being conceived without original sin. This conception is important for us to understand that it came at a time when, meditating on the words of St. Paul, who said, where there's sin, there's grace. The greater the sin, the greater the grace. And the angel declares to Mary that she is full of grace. And that time, 2,000 years ago, sin had reached its peak. But the preparation for the coming of the Messiah had also reached its peak. And it's also a sign for us, not for Mary, but the Immaculate Conception of Mary is for Jesus. That Mary became an instrument, and at the beginning she did not know, but later on she did when she understood, that she was an instrument of grace, that she was an instrument of God's presence, that she's an instrument for God's grace to grow within her. And this is what we celebrate today. As we celebrate Mary, we're celebrating the birth of Jesus through Mary. The God always remembers his promises. He never forgets us. The Father, the Son, and the Holy Spirit, who created us out of love, has always kept us in his mind and in his heart. And then at the fulfillment of time, the Son came amongst us, dwelt amongst us, and was born. And today, the gospel, we read that Jesus was conceived now with Mary's yes. Also on this day, we celebrate our dear sisters, whose feast day is today, because they are the daughters of Mary Immaculate. And today is their feast, and we continue to pray for them, that the Lord can continue to work in their lives, that by grace, they will continue to reveal God's presence, God's love, and God's light. And this is what we celebrate. Because today, as we hear, sin is increasing. It's reaching its, it hasn't reached its climax, but it's reaching really big heights. But God never forgets. And through all of us working together in our faith, but today as we celebrate our sisters, that they continue to be the bright light of God's grace, and that God's grace is with us. He's never left us, and that's what we celebrate. And we pray for our dear sisters that the Lord can continue to grow in their hearts and in their lives, and they continue to be the light that they are to us. And of course, today we celebrate the postulancy of Sister Besma that we celebrated before the beginning of the Mass, and also the renewal of vows of Sisters Bernadette and Immaculata. May the Lord always accept your vows, that the strength of the Lord be always with you, so that through you and through the grace that God has lived through Mary, we may always proclaim and say, Blessed be the name of Jesus, both now and forever. Amen. Let us stand well and praise God, who has brought a new beginning to our world through the Immaculate Conception,
As we honor her response to God, let us now join her in prayer to the God the Father and say, Lord, hear our prayer. That the Church, sustained by the prayers of the Blessed Virgin Mary, may be totally open and responsive to God's will, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For the health of our Holy Fathers, Mar Francis, the Supreme Pontiff and the Pope of Rome, Mar Louise the Patriarch, Mar Francis the Bishop of our Diocese, Mar Abraham our Spiritual Father, and for all those who serve with them, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That Mary, untouched by the stain of sin, may be an example and inspiration for all, that we might aspire for purity in our bodies, minds, and hearts, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For our congregation to become a living sign of the kingdom and a witness to the love of God among people, and for our sisters, Sister Bernadette and Sister Immaculata, who will renew their evangelical vows in this Mass, to remain faithful to Jesus, for their sanctification and the sanctification of the people they will be sent to, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For our new postulant, Besma, who entering into this new stage of formation, may be guided by the example of our Mother Mary Immaculate in saying yes to God's will in her life, we pray in a special way for her family to be protected under Mary's mantle. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For the founder of our congregation, Monsignor Anton Zabuni, for our six sisters, and for the sake of our parents and our loved ones, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That through the prayers of our community and those we hold within our hearts, we may be ready to respond to God's will as Mary did, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That all of our loved ones who have died may find their home in heaven with Our Lady and the saints. To Jesus through Mary, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For the prophets, apostles, martyrs, and confessors to obtain by their prayers mercy, help, and protection, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For vocations to the religious life and priesthood, especially for our diocese, that there be an abundance of priests and nuns to serve all our parishes and communities, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. No shathan udahdad, la wa la wa wa la ruhat qudshan. أخي دبح دوحد شوحة دوحة بخايد برونة ما يقرخ تقارمش كارد سخاش خل شمق بدل كل خلايا ثوخ كيميا وتبنا مت اختا مريم ثلت راتق كل عمت شكريلو مسخي شوحة ماروثو Yeah.
فايش قبيله قربانه آذي بثواثه قليه فايش بقدش بتنيث داله بروحه قدشا تدهاوي طاله وتعون وتخلاص تخايد العالم عالمين ملكوثه دشميه من نعمته تمشي حام اتباب برونا وروحه قدشا اللي مذبحه قديشا هاو تخرونا تبثلت مريم يمدالها من عالم وذم العالم من وامين شليحة دبرونا بيد يكانا بصالة ودهاوي شينا ببريثا أمر كل عما من وامين أخرى مرتومة على المذبح قد شام امد كند نصيرا سهدت بشليم كله مو دغد مخلاي كله يعني ذي بقيم توش وحتى شو حمقي متى يؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله الحق من إله الحق مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوهر الذي على يده صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا والصليب عوضنا في عهد بيلاطس البنطي تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء الذي ليس لملكها انقضاء ونؤمن بالروح القدس الرب المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة اذكروا في صلواتكم آبائنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بإيمان الحق وجميع والدينا وإخوتنا بنينا وبناتنا وجميع رؤساء الدول وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان ليمن الله الذي كل لهم يوم القيامة رجاء سعيد وميراث الحياة في ملكوت السماوي
الأحمر. شكر خلق يا ماريا التي روث أشبخت النعمة تغطالا كد وخ وحطاي ومحيلة بسبب كبيروث دم رحمانوثك مطوتا تدمقر وخ الرازق قديش تبغر دم دم شيحو أخني بطلاب عون منه زخمي جناث وحبك ميلة وبهيمانوث حقانك خد مخلخ ليت تغطالا مسقوق طال وقتشبحت ويقارة والشكر وزغاذا ذهب دايموثا والعالم علمي آمين أماها وإم أخو أم خمد روحو أخواتي الإسلام ختخنا بحب دمشيحة نشقل طور إسلام العمى شلامة وشينا مثري العم شي حذيل القرقان زرول حبا يا لقيتت كل زمروخ شو حل شموخ نطلي كان من شاي نعمد مارني شوم شيح حبدا لها بابا شركوث دروحة قدشة هو يمد كلا داب كل عدة نام والعالم علمين آمين الهوام تخمل يثخون جيبوخ على هيدا وراهم دسحاق ودسراء الملكة شو بحاق قربانا لا لها ماريكو المثقارة لايخ شوحم كل كمامة وشكرم كل شان وزغتر ومرامم كل برياثم تشم زغيدم شبحة تليثا يوثقم شبحة باب برونا وروحة قدشة دبريل علم بنعمتي وعماري بمرحمانوثم خلص لبنيناشة بحنينوثي واللي نعم ربثة تما يوثي تماروثق يا ماري قبركي وكسغذي البايد علاي وربواثد مالاخي قديش وقود دروحان مشمشان دنورة دروحة تشمخ كم شبحي وإما ذكروي قديش وصرابي روحانم زغفت تمارو ثخك مقروي قد كم زمري كم شبحد لابطالم قارا خال خنام كمري قديش
مدن خيل واتش ميانك شكر خلق يا ماريا ومدن خيل واتش ميانم شكر خلق يا ماريا كم برخو خلالها تانية تبليطم قبلخ أودي لبدمية ديخ الزهرير منه خصورت دي ثوثو لخشي والخطاب دها وخواثو لقياني مسوبق لشقل وشوقل وشقل دميوثد أودة وشوقل طالا تخرونة خلاص أذي رازدك مقروخ قامو بوليلت بشلم سلمام شقل الخما بداثي قدي شاثم مرملين القيب وخلا بابي حيث كل كم شاكر وخوم برخلم تويرم وهو اللي تتلميذ دي وميرم شقولو وأخلو مني لوخون آذي لفغري دم بدلوخون كبايش مبولم تشوقانا اختياثا خنباثر ما دمعو الشيلام شقل بداثي قدي شاثم قد خد خمرام كم شاكر وخوم برخلم واللي تتلميذ دي وميرم شقولو شتو منيم كلو دمي وصية خذت العالم رازد هيمان وثدم بدل أخن بدل كبير بايش شبيخام تشوقانا اختياثا من ادعو ذو تواني وذو لا تتخروني كم هاي منو خقيرو دخت كم بغدت نجمع لنا اخني او دخم حيلو بشق يده ولو خطالة نعم ربثد لك في البراء بالوشت اخنا شوثا كم خدتا بالا هوثو معليل اخر بيوثا مقمل اخ انبلتا مخيل اخ ميثتا شوقل اخ اقنهن زكيل اخ الحطايوثا مبهر وخلي ذاثان ومنصير وخنقصان وثدكيان نبحيلة برحمش بيخ نام التخ بدل كل يوم ديخ ونام تياث وخطالا مسق وخطال وختشبحت ويقار وشكر وزغاذا داب دايم وثام والعالم علمي صالوا بلبوخون اسلامة أمن مريا لا خيلان قبول هذه قربانة دك مقر وخطال وخم بدل كل نعمتيات وختب ثلثة دل العالم مط مريم طوانيثا كل بابوات كين وزدي خدش بيري قام وكل نوي وشليح وكل ساد وموديان بدل كل اي تقدش تقاث وليق بدل بابوات قديش مار فرنسيس بابا دروم مار لويس قاث وليق باترياركم بدالي انا حطايم بدل بابا زايا مار ابراهيم بدل كل يبسقوب قاش وشماش وربان ربنا ياثا نعم يا مارا ولها قبل القربان هذه بدل كل يغبين وحشان بدل كل يسنيق وإيق بدل كل يكريه ومعذب بدل كل يعنيذ دبرشلا مشنيلا بيناثا بدل عما هذه دكناطر وكسابر لرحمته بدل خثواثا من ناثد مطمريا بطند لمومة نعم يا مارا ولها قبل القربان هذه بدل كل انديلي قيم قامد مذبح قديشة صلوث بداثي أنا حطايك طلبي مجاوب مطلبات ديي وشوقق نهاي حاسي خطيثي بدل أثراذي وعمار بقاوة بدل مذيتة آذي وأتاوة بقاوة محامي لبشورة قوية ومفت منا بنعمته كلهم خياثة قشية شي حشلام دعلاي شي
مشري يا مار شين وخوش بربي بنياثد علمة بش كبير بيت وقدشتا قاثة وليقي شاين كهنوثة أمد ملكوثة باطل شراثة من باثد أرى مشايل عم بليغة دجيلي الشراثة خايو خاي نيخة وهدية بزدوثد علىها. And we also, O Lord, your humble and weak servants who are gathered in your name, stand before you at this moment, receive through tradition the example of your Son, while rejoicing, glorifying, and exulting. We commemorate and celebrate this great, holy, life-giving, and divine mystery of the Passion, Death, Burial, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. In silence and in reverence, stand and pray, peace be with us. May your Holy Spirit come, O Lord, and rest upon this sacrifice. To bless and sanctify it, may it become for us the pardon of debts, forgiveness of sins, the great hope of the resurrection of the dead, new life in the kingdom of heaven with all who have pleased you. For this great and marvelous providence for us, we praise and glorify you without ceasing in your church, redeemed by the precious blood of your Christ. Praise in our lips and radiant faces, we raise glory, honor, thanksgiving, and praise to your living, holy, and life-giving name, now and at all times, and forever. Amen. Cleanse the odor of our iniquity, our Lord and our God, with the sweet aroma of your pleasant love. Wash us of every stain of sin. O good shepherd who searched for us, found us lost, and delights in our return, forgive our debts and sins, those that we know as well as those of which we are unaware, in your grace and mercy. Amen. Baruch Mar. The grace of your mercy, our Lord and our God, draws us near to these glorious, holy, life-giving, and divine mysteries, although we are unworthy. Truly. Through faith in your name, O Lord, we approach these holy mysteries. In your mercy we break. In your compassion we sign the life-giving body and blood of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit forever. Amen. Precious blood is signed with the life-giving body of our Lord Jesus Christ, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit forever. Amen. Sacred body is signed with the forgiving blood of our Lord Jesus Christ, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit forever. Amen. Set apart, sanctified, perfected, united, and sealed one to the other are these glorious, holy, life-giving, and divine mysteries for the revered and exalted name of your glorious Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. May the mysteries, Lord, be for the forgiveness of our offenses, pardon of our faults, the great hope of the resurrection from the dead, new life in the kingdom of heaven for us, for the holy church of Christ our Lord, which is here and everywhere, now and at all times and forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, the cherubim, seraphim, archangels. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, the communion of the Holy Spirit be with us, now, at all times, and forever. Amen. Let us approach with piety and reverence the mystery of the precious body and blood of our Savior.
With a pure heart and true faith, let us recall his passion and meditate on his resurrection. For our sake, the only begotten of God took from humanity a mortal body with a rational and immortal soul. By his life-giving laws and his holy commandments, he led us from error to the knowledge of the truth. According to his plan of salvation for us, the firstborn of our humanity was tested on the cross. He rose from the dead and ascended into heaven. He gave us his holy mysteries, by which we recall all his graces for us. Therefore, with overflowing love and a humble will, let us receive the gift of eternal life. Let us participate in the mysteries of the church through pure prayer and deep contrition. With hope in our repentance, let us convert from our iniquities, weep over our sins, and ask mercy and pardon from God, the Lord of all, as we forgive our neighbors their offenses. Let us purify our conscience from division and dispute. Let us purify our souls from hatred and hostility. Let us receive this communion and be sanctified by the Holy Spirit. United in one mind, let us receive in harmony these mysteries. Let these mysteries, Lord, be for the resurrection of our bodies and the salvation of our souls. Let us pray, peace be with us. Forgive, O Lord, in your mercy, your sins and offenses, and sanctify us by your grace. Make us worthy, our Lord and our God, to stand always before you with pure hearts and radiant faces, with a filial confidence from your mercy, call upon you and say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Yes, O Lord God Almighty, your good and Father full of mercy, we beg the greatness of your compassion. Do not let us fall into temptation, Lord, but deliver us from the evil one and his hosts. For yours is the kingdom, the power, and the authority in heaven and on earth, now and at all times and forever. Amen. The angels surround this most holy mystery of the blessed living sacrifice of the Son. Come, let us draw near and partake in holiness as we join with them and give glory to the Son. For our sake, he humbled himself and became man, though he is God. He truly gives us his living body and blood in the signs of bread and wine. Come, let us praise him and sing hallelujah with great love. Sanctify our bodies by your holy blood. Pardon our sins by your precious blood. And purify our conscience by your mercy. May the gift of grace of our Lord Jesus Christ be perfected in all of us,
through his mercy. Forever and ever. Amen. On this feast of the Immaculate Conception, let us receive the body of the living Lamb who was conceived in a virginal womb. We sing with the angels, Holy are you, praise to you, hallelujah. Almighty Father, who sanctified me by baptism, called me to follow Christ closely in my life through my participation in his message of salvation in the church and in reply to this love. I am committed to live my roots of the evangelical councils in partnership with my religious sisters, preaching about Christ to all those I am called to serve. And today, before my religious family, and all those in attendance, with my complete freedom and with my whole heart, I, Sister Mary Bernadette, in the presence of His Excellency Bishop Francis Calabat, and in the presence of Sister Angela Marcos, who is representing the General Superior, Mother Ni'am Gamora, offer myself completely to you, and I vow to live a life of obedience, chastity, and poverty, according to the canons and regulations of the Order of the Chaldean Sisters, Daughters of Mary Immaculate. I want to live these vows in order to glorify your name, O God, through your grace and the prayers of my religious sisters, and through the intercession of my mother, the Virgin Mary, Saint Joseph, and all the saints. I vow myself unto the next feast of Our Lady of the Immaculate Conception. Amen. Amen. Almighty Father, who sanctified me by baptism, called me to follow Christ closely in my life through my participation in his message of salvation in the church and in reply to this love, I am committed to live by the roots of the evangelical councils in partnership with my religious sisters, preaching about Christ to all those I am called to serve. And today, before my religious family, and all those in attendance, with my complete freedom and with all my heart, I, Sister Maria Immaculata, in the presence of His Excellency Bishop Francis Calabat, and in the presence of Sister Angela Marcos, who is representing the General Superior, Mother Ni'am Gamora, offer myself completely to you, and I vow to live a life of obedience, chastity, and poverty, according to the canons and regulations of the Order of the Chaldean Sisters, Daughters of Mary Immaculate. I want to live these vows in order to glorify your name, O God, through your grace and the prayers of my religious sisters, and through the intercession of my mother, the Virgin Mary, Saint Joseph, and all the saints. I vow myself until the next feast of Our Lady of the Immaculate Conception. Amen. I will make the stars of night. I will make
قريونان وشتوينان وشتو تبنان مسود رازي هالين شويحة وقديشي محياني ولا هايم نودي كل نخاف ونشبح لالها just, O Lord, it is right and just, O Lord, at all times to thank, bless, glorify the majesty of your name. For in your goodness you have allowed us weak mortals, together with the spiritual beings, to praise your name, to participate in the gift of your mysteries, to enjoy the sweetness of your words, and to raise up to your divinity the chants of praise and glory at all times, O Lord of all, Father, Son, and Holy Spirit, forever. Amen. Awadkim barakh lana bkul burkat adruha bishmaya bgawadi shom shi hamaran. أود كم بارخلان كل بركات دروحة بشمية بقاودي شامشي حمارا كم يا ولان بغري ودمي عربون تخايد لكم خبلي أو مبارخ الكنشان وناطر الجماعة التان مقادش العمديان ثيل وبسمل بخيل دراز شويح وقديشم ومخيان ولا هايم بنيشن بيخايد صلي ومارا نايم هاو تختيمم ونطيرم كل زرار كسي وقليم هاشم
واخو الزوان والعالم عالمين. إذا بريخة. Have a blessed feast day. Just want to remind everybody, immediately after, the sisters process out in the hall. We'll have coffee and some sweets, so please join as we congratulate Besma and the sisters on their renewal of their vows immediately after Mass.